يعني المشهد على حاله من حيث عمليات القصف الإسرائيلي وعمليات القصف الجوي والمدفعي. كان آخر الغارات على مدينة خان يونس هي الغارة التي استهدفت برقصا للتنمية الاجتماعية في منطقة المواصي غرب خان يونس، وأدت هذه الغارة إلى استشهاد 4 من المواطنين من بينهم يعني القائمين على هذه المؤسسة الخير، وهي مؤسسة خيرية تعمل في تقديم العمل الخيري والإغاثي للنازحين. الغارة الإسرائيلية على هذه البرقس أدت إلى استشهاد 4 وإصابة نحو 8 آخرين، نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج. هذه الغارة جاءت بالتزامن مع عمليات القصف المدفعي العنيف الذي أطلقته المدفعية الإسرائيلية على طول الحدود الشرقية لمدينة خان يونس، تحديدا منطقة صوفا والفخاري وخزاعة وبلدة عبسان. هذه المناطق تعرضت إلى عمليات قصف عنيف، وأيضا تأتي في سياق استمرار الغارات والمجازر التي تقوم بها الطائرات الحربية الإسرائيلية ضد المواطنين في مدينة خان يونس، والتي كان آخرها مساء أمس عندما أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على منطقة الشيخ ناصر، وأدى هذا القصف الإسرائيلي إلى استشهاد 8 وإصابة 18 آخرين. وقبلها بيوم واحد فقط الغارة التي نفذتها قوات الاحتلال على بلدة عبسان وسقط خلالها 30 شهيدا بالإضافة إلى 50 جريحا آخرين. وبالتالي الغارات الإسرائيلية على خان يونس متواصلة شرقها ووسطها وأيضا المناطق الغربية، مع استمرار عمليات القصف المدفعي الذي لم يترك منطقة في الحدود الشرقية لخان يونس إلا وأصابها وابل من هذه القذائف المدفعية، بالتزامن مع تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في جنوب قطاع غزة. أما في رفح فالأوضاع على حالها من حيث استمرار العملية العسكرية البرية ودخول القوات الإسرائيلية، أو ما زالت العمليات مستمرة في كل أحياء منطقة رفح، تحديدا الأحياء الغربية التي شهدت اليوم سلسلة من الغارات وعمليات القصف المدفعي والتي أدت إلى سقوط عدد من الشهداء، بالإضافة لانتشال عدد آخر من الشهداء استشهدوا في أوقات سابقة. ودخلت على خط المواجهة أيضا الطائرات المروحية والزوارق البحرية التي قصفت صباح هذا اليوم بكثافة المناطق الغربية، من بينها منطقة دوار العلم ومنطقة تل زعرب والعزبة ومنطقة المنطقة الزراعية ما بين الحي السعودي ومنطقة دوار العلم، مع استمرار عمليات القصف المدفعي العنيف ونسف المنازل في وسط مدينة رفح، تحديدا الشابورة، البرازيل، يبنى، حي السلام ومنطقة سوق الحلال والكراج الشرقي. هذه المناطق تعرضت إلى عمليات قصف مدفعي عنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا المناطق الشرقية تحديدا الشمال الشرقي من مدينة رفح تعرضت إلى عمليات قصف عنيف جدا انطلاقا من مرابط المدفعية المتواجدة في منطقة صوفا في الشمال الشرقي لمدينة رفح. وبالتالي الأوضاع الميدانية في رفح في خان يونس متصاعدة بصورة كبيرة، ويتصاعد معها أعداد الشهداء والجرحى، ويقابل ذلك كله استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في ظل إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الطبية والغذائية وأيضا المياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى انتشار الأمراض والأوبئة في جنوب القطاع.